وفي معرفة حساب عدد الأبيات وفي تشفير الرسائل أحيانا. فاستخدم من قبل أبي العباس أحمد ابن علي البوني صاحب كتاب شمس المعارف الكبرى، وهو شيخ طريقة صاحب الطريقة البونية الزيدية الشيعية الجزائرية في عنابة. فأدخل شيء مبهم خلاص في المربعات وتعمير البيوت والأوفاق، وقوله الحق وله الملك، وبطد ومثلث بطد زهجواح أو سميه الغزالي أو وأدخل فيه أشياء عشان يدخل الرهبة في صدور المؤمنين. وقال لك أنا أرى ما في اللوح المحفوظ من أسرار وأتطلع إلى كذا وكذا، كل ده لا أساس له من الصحة. واللي مش مصدق يجيب لي يا جماعة طلاسم وجهز كاميرته، بشرط الطلاسم هكشف عليها عشان ما يكونش معمولة بسم ولا حاجة، لأن لا أتعاطى السموم. لكن لو طلسم وأنت قلت، أنت زي ما بيقال يعني الشعب تضحكوا بيه على عقول الناس، إن أنتوا ملبسينه جن، أنا فعلتها مرة ومستعد أعملها تاني على الهواء. فعلتها مرة مع ساحر سوداني وشربته بفضل الله على ميه، وهو قاعدين اهو قاعد معاك، لا ظهر لي ولا حسيت بايد من ورا قفايا ولا اي حاجه. في بعض نعم. المشعوذين او الدجالين بيطلبوا حاجات، بعتذر طقش في اللفظ، مغربي او حاجات لا وحشه يعني. نكسه يعني، يعني ما اعرفش رجل كلب الكتابه ومش عارفه كتابه ايه بال خلينا نقولها للناس، الكتابه اللي هي بالماء الرجل او ماء يعني حاجات كده. شو يا ستي، انا احسب اني قرات العديد من كتبهم والعديد من مخطوطاتهم، اطلعت عليها بفضل انا عمري اعتبر في هذا المجال، لم اجد كتاب واحد يقول اكتب دم من الرجل. اللي عنده يا جماعه الكتاب ده يبعته لي ويصوره لي لو سمحت على الواتس. الكلام ده مش بقوله مع حضرتك دلوقتي، انا بقى لي فوق ال10 سنوات بقوله وما فيش حد بعت لي حاجه. طيب مفيش الكلام ده فكره، اختراعات. هل طب ممكن اقول سبب دي يا فندم اللي هي اتفضل. الحاجات دي يعني؟ ايه السبب؟ جالنا من شرق اسيا ودول زي اندونيسيا فيها مدارس لتعليم السحر، برضو اوضح مش سحر اللي هو حقيقي، والا في واحد اتقفش كان حرق منديل على الهواء زي فلان اللي كان بيروح يحلق ويحط صوديوم وبتاع واتقفش فعلا، وكان صوديوم برضو خدع. وعندهم حاجه اسمها الكريسي سورد، سيف مشهور جدا في التقاليد بتاعتهم، مشرشر كده بيوقفوه على سنه، واتضح برضو انه خدعه، انه ليه صنعه في الميزان يعني وكده. فنقل الينا منهم، هم اللي بيستخدموا الدم، هو طبعا الهنود، ويقول لك لا ده هينفع ده هينفع، والدليل على كده في المملكه العربيه السعوديه. طب اللي ايه بيشتغلوا هناك. علاقه الدجال بالمقابر؟ يعني المشاهد اللي احنا بنشوفها وانه في المقابر ويطلع الحاجات المدفونه في المقابر. مسكوا لو حضرتك متابعه قريب ناس بيحطوا بايديهم الاعمال ويجي تاني يوم عشان يطلعوها. احنا يعني متابعين موضوع كل حاجه بفضل الله. مؤمن زكريا ده والقصه بتاعته، احمد جبر واحمد الزرد بتاع الازازه، ويقول لك لا مؤمن زكريا لما قالوا استاذ انه مؤمن معمول زكريا له. لا شوف يا ستي، انا عايز والله اوضح ناس لو بيسمعوني، انا ما اعرفش، لكن عايز بس اوضح لكم حاجه يا جماعه، تواصلوا معانا لان انتوا بيتعمل عليكم احلى شغل. ياسمين عبد العزيز والمداح ويقول لك ده الجن مش عارف وكذا، والله يا جماعه بيتعمل طب لكم واللي احلى. بيسمي نفسه العراف واللي بيسمي عالم فلك واللي والابراج يا جماعة والطاروت لو كان والحاجات خيرا لاخبرنا به رسول الله. النبي عليه الصلاه والسلام قال تعالى: اولا قل لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يعني النبي يقول لك، تخيل ان النبي واقف وبيقول لك يا فلان او يا عمرو لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الحروب عليه الصلاه والسلام كسرت رباعيته وشج راسه وزق احد الكافرين في حفره فكسر فخذه. طب ليه ما شفناش يعني اي حاجه جن يخطف النبي كده طيب يوديه مكان طيب تاني؟ حضرتك عارف الحاله لله الغريبه الكونية. نعم. اللي حصلت ان كان في من سنه كده في ست قتلت بنتها و وكلتها والكلام ده كله، لا وخنقتها بالحزام وقالت ان انا بشوف جات لي السيده مريم وبشوف الملائكه وهم اللي ادوني. لتخفيف الحكم. هل ده نوع من انواع الوهم؟ ممكن يعني يكون يعني وهم احنا ما بين ولا حاجتين. مرض عقلي برافو ولا عليك. ايه؟ احنا ما بين حاجتين. اول حاجه في احكام القضاء احنا ما انا ما اعرفش اتحكم عليها بايه والله، فانا هتكلم بمنظور ان القضيه لسه شغاله يعني.